لم يسلم الفلسطينيون طوال شهر رمضان من بطش آلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي حرمة لدين أو معتقد. ويحل عيد الفطر على قطاع غزة والأوضاع الإنسانية تزداد تفاقما ومأساوية، ما دفع العديد من الفلسطينيين للتقدم بمبادرات تطوعية لدعم أطفال غزة خلال العيد. وسط ظروف إنسانية صعبة وغياب للأجواء الاحتفالية، حل عيد الفطر هذا العام على أهالي قطاع غزة. العدوان الإسرائيلي الذي دمر مناطق واسعة في القطاع دفع العديد من الفلسطينيين للتقدم بمبادرات تطوعية لدعم أطفال غزة خلال العيد. وفي أحد مخيمات اللاجئين في رفح الفلسطينية، حيث لجأت آلاف العائلات، قدمت مجموعة من الشباب عروضا ترفيهية في محاولة لإدخال السعادة على قلوب هؤلاء الأطفال الصغار التي أنهكتها آلة القتل والتدمير. عيد الفطر بشكل عام بيكون في كل شوارع قطاع غزة سعادة لكل الأطفال. طبعا احنا اليوم في هذه المخيمات ما في كان سعادة، لكن رغم الصعاب ورغم كل التحديات قررنا ان احنا نسعد كل الأطفال ونصنع ونزرع البسمة على كل وجه طفل. وبين أنقاض المباني المدمرة في أحد شوارع جبلية، يحاول الأطفال الاستمتاع ولو بالقليل من الفرحة التي اعتادوها في مثل هذه المناسبة. احنا رغم الدمار طلع شايف كيف دارنا، احنا رغم كل اشي بس احنا لازم نعيش حياتنا، لازم نلعب. احنا كنا في جباليا لما خش اليهود علينا، شفنا الاسلحة معهم كانوا تخطفوا، فحسينا انه كل اشي حلو وجبت هذه اللعبة وقعدت العب فيها. اطفال غزة الذين حاولوا تناسي ما شاهدوه من ويلات القتل والدمار لم تمنعهم فرحتهم بالعيد من التعبير عن خوفهم مما هو قادم، مناشدين العالم إنقاذهم من هذا العدوان الذي لم يرحم طفولتهم. احنا عايشين في جوع، عايشين بحصار، برضو من كل العالم اللي يتحرك بسرعة عشان يخلصنا من هاي المجاعة. وبعد 6 أشهر من العدوان المتواصل على القطاع، لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي سلب أطفال غزة طفولتهم وفرحتهم بالعيد، ليثبت سكان القطاع من جديد أنهم مثال للصمود وحب الحياة في مواجهة آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.